بصراحة بدي منك شيء. شو هو؟ في على تليفون السيد إقبال رقم السيد سراج، وهاد بيكون قرايب المدام جيهان. بتعرفي شيء؟ أي مرة جاب إقبال سيرته قدامي. شو بدكم برقم سراج انتو؟ بصراحة جيتي بدها تقابل المدام جيهان وما بدها تشوفني أنا. هي زعلانة منك. تعرفي أنت إنه البني آدم بيزعل من الناس يلي بيحبهم أكتر شي، صح؟ تعرف تلعب بالحكي هيك بتحكي مع جيتي لما تنزعج منك. أنت بس ادعيلي. ماشي.